الحرب هي اللي صارت على سوريا نحن عنا، حبيت انا اسوي شغله مميزه انه اشتغل ببذر الزيتون، لانه الزيتون هو رمز المحبه والسلام، نحن لانه بلدنا بحاجه للمحبه والسلام. اول لوحه كانت لي لوحه دمشقيه فيها عده شغلات عن دمشق القديمه والعصور اللي اجت على دمشق. بعدين اجينا الفتره الثانيه حبينا نشتغل شغلات لوحات عالميه بتمثل اهم المعالم الحضاريه بالعالم، وكان من بيناتها سور الصين العظيم. انا بتمنى انه فوت مجال العالميه، حتى اي دولة اي مؤسسة اي شغلة تتبنى المشروع تبعي انا واشتغل معالم اللي تهم اي دولة كانت.